احمد مدبولي بتتلعب لجريندو امام اوشايا، منع جريندو من التقدم، ابعاد بشكل خاطئ، راحت الى مدبولي يدخل لمنطقه الجزاء، يعرقل ويسقط ويحصل على ركل الجزاء مع الدقيقة 55. أحمد مدبولي يحصل على ركل الجزاء، ربما لو احتسبت تجعل فريق البنك الأهلي قريب من إدراك التعادل. الكرة لمدبولي اللي هرب من رقابة محمد مجلي، ثم تدخل واشتراك من عماد ميهوب وسقوط أحمد مدبولي داخل منطقة الجزاء ويحصل على ركل جزاء بناء على قرار حكم المباراة نادر قمر الدولة. بناء على قرار حكم المباراة نادر قمر الدولة. ادي امامنا في الاعادة، الكرة تعاد من اكثر من زاوية. كلام من امير عابد وعماد ميهوب مع حكم المباراة نادر قمر الدولة، اللي سبق له انه ادار للبنك الاهلي من قبل 6 لقاءات خلال مسيرته ومشواره التحكيمي. بنك الاهلي تحت الاداره التحكيميه لنادر قمر الدوله فاز في لقاءين وتعادل في 2 وخسر في لقاءين، ده 7 لقاء بيديره نادر قمر الدوله للبنك الاهلي. في المقابل ادار 8 لقاءات للمقاولون العرب. المقاولون العرب مع نادر قمر الدوله فاز في 5 لقاءات، تعادل في لقاء وهزم في لقاءين. ركله جزاء تحتسب لصالح فريق البنك الاهلي، فريق اللي على أرضه لم يتذوق طعم الانتصارات في 5 مباريات أقيمت على ملعبه بخسارة من بيراميدز بهدف دون رد، وبنفس النتيجة من سيراميكا كليوباترا في الجولة 7، خسارة أمام الزمالك 1-2 في الجولة 3، خسارة بنفس النتيجة أمام مودرن فيوتشر في الجولة 5، وآخر خسارة تعرض الفريق كانت في الجولة 9 أمام الجونة 2-3. مدبولي في مواجهة الحارس عامر فريق اللي كان حصل على ركل جزاء أمام بلدية المحلة في الشوط الثاني وترجمها مدبولي في شباك بلدية المحلة. هل يترجم في شباك المقاولون؟ ولكن يتألق الحارس، ثم تألق وتعاطف من القائم، ولكن ارتدت لتعانق الشباك عن طريق محمود قعود بتسديدة بعد أن عادت ليعود من جديد فريق البنك الأهلي إلى أحداث اللقاء، ليعود إلى الملعب ويعود إلى أجواء المباراة مع الدقيقة 58 بكرة حائرة ما بين أقدام لاعبي الفريقين، لكن أرادت أن تستقر على يمين حارس المرمى عامر وتحرك الشباك التي ظلت صامتة لقرابة 58 دقيقة. أمامنا إعادة لركلة الجزاء ترتد إلى محمود قعود البديل الذي عاد فريقه إلى ملعب المباراة وإلى أحداث اللقاء بعد ما ارتدت الكرة من مدافعي فريق المقاولون، استقرت عند قدم قعود. هذه ركلة الجزاء، الكرة في القائم الأيمن اللي حرم ومنع مدبولي، أجل هدف التعادل لثواني ثواني.